انا جالس استشهد بكلام الاستاذ مشاري ابراهيم في بودكاست لما قال، وهذه مهمه جدا وكلمه عظيمه جدا، لما قال احنا جينا لنادي الهلال وقلنا خله يبقى لان احنا اعطينا الخبزه لخبازه. انا اصفق له على الكلام هذا فعلا. طيب معناها انك انت في الثلاث انديه ما اعطيت الخبز لخبازه؟ لذلك ما عندهم خباز؟ لا 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 لا، وجود هذه عندي عنها. الاتحاد جابوا خباز لجيدي بدايه الموسم، شوف ايش سوى يوم جلسنا هذي كما يتداول اعلاميا، جاب بنزيما وقال عندي انا وجيبوا بلان وبيولو ما يروح وجيب اللاعب فلان وجيب عوار وجيب كذا، شوف شلون تغير الوضع. لذلك انت لا تناظر طعم الخبز زي ما على حسب المثال، لا شوف اللي قاعد يشتغل هنا، لازم تلومهم هنا. لذلك عشان كذا لما اقول انا بالنسبه لي صوت الجمهور لازم يرجع للنادي، صوت الجمهور اللي 25% لازم يرجع للنادي. تجربة الهلال عظيمة جدا لازم تتعمم. لما أجي أنا أشوف اللجنة الفنية فيها أبناء النادي، العضو الداعم موجود متفاعل معك، ثم أروح لنادي النصر ألاقي ما فيها رئيس والعضو الداعم مو موجود. وبوجود للعلم أوغست 22 فائض النصر 20 مليون، التبرعات 159 و700 وكسور تبرعات من الداعمين. هذا المبلغ ذا كيف من وين جبت الارقام؟ ميزانيه نزلها نادي النصر، جمعيه العموميه نزلت، مدقق عليها الوزاره وحوكمه وكل الامور قاعده تصير. لذلك انا بالنسبه لي ترى المشجع والمسؤولين عن الشركه، عرفت، لا يلومون المشجع انه بعض المرات ما يقتنع لما يطلع له الشخص. انا اول مره اشوفه في الرياضه متحدث وكفاءة وجدا رائع وفي تخصصه جميل جدا ويعني مقنع بشكل مو طبيعي. لكن في كرة القدم يا ابو جود، لا انا اتمنى بس يعني هم على الاشياء اللي قاعد يسوونها، لا استثمار ولا تسويق ولا حوكمة ولا لجان، 10 على 10. بس ناقص بس دخل لي في اللجان هذه كفاءات من الاندية اللي عندهم ولاء الناديهم الان، اللي هو يمثل صوت الجمهور.